احنا بنسمع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واول ما بخطر في بالنا الحكومات، الدول، الرؤساء، الملوك. طب انت سألت نفسك معنى الحديث؟ سألت نفسك انت بتسمع له انت راعي ولا مش راعي؟ ما كمل الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك والخادم راع ومسؤول عن مال سيده، يعني حتى الخادمة أو عاملة المنزل اللي بتشتغل في البيت هي مسؤولة أمام الله عز وجل. يعني لو عاملات المنزل استهلكت مي زيادة، ضلت فاتحة الحنفية وأهل البيت مش موجودين وفاتحة الحنفية على الآخر ومصروف مي، أو ضاوي الكهرباء ومصروف كهرباء، او حتى بتستخدم المنظفات ولا دواء الجلي ولا تبعات الغسيل تستخدم بكميات زائدة، انت مسؤول امام الله عز وجل. يعني هو الحديث مش بتكلم عن طبقة الحكام والملوك، لا لا لا، هو الحديث يتكلم عن كل المستويات. الحديث يتكلم يبتدأ من رعاية الانسان لنفسه. يعني لو انسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، أنا الآن قدامك، أنا مسؤول عن مين؟ عن نفسي. أنا مسؤول عن نفسي. لو إنسان لم يقص أظافره ولم يعتني بنظافته، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. لو إنسان مرض ولم يذهب للعلاج، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. الشاب والطالب الجامعة ولا طالبة الجامعة، ما احنا بنشوف بالجامعات كيف بيروح على الجامعة، طبعا أبوه اللي بيدفع الفلوس وبيستقرض من هون وبيستدين من هون، وأحيانا بيكون عنده قطعة أرض ببيع عشان يصرف على ابنه، والولد بيروح الجامعة ومن مضيها سنوات الدراسة عشق وهيام وحب وغرام وحبيتك ويخرب بيتك وهدايا وكله أحساب الوالد. طب ما أنت مسؤول أمام الله عز وجل. مو أبوك لما دفع الفلوس دفعها ثمن للتعليم وانت مضيت ليها عشق وهيام، ما انت مسؤول امام الله عز وجل. طب الام، انت يا الام مسؤولة. طب الاب، الاب انت مسؤول. طب المدير، المدير مسؤول. تخيل بالله عليك لو المجتمع بكل طبقاته راح نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب كيف بصير حال المجتمع؟ كيف بيكون حال المجتمع فيه الاب المسؤول عن الأولاد وعن الزوجة، يفحص قرآنهم ويتفقد صلاتهم ويتفقد جمعتهم ويتفقد عبادتهم؟ كيف بيكون حال مجتمع الأم فيه تتفحص عقل أولادها إيش بدخل فيه؟ مش كثير اليوم في أمهات والأبات بدخل على أولاده على أفلام الكرتون وغير أفلام الكرتون ولا يحرك ساكنا، والأولاد قاعد يتلقى السموم من أفلام الكرتون، من المسلسلات. هي كل مسلسلات تعرض على أبنائنا هي شو بتعمل؟ ثلاث قضايا: مال ونساء وسيطرة، بغض النظر كم عدد الحلقات المعروضة، بغض النظر عن اللغة، مال ونساء وسيطرة. مش هاي اللي بنعرض على أولادنا اليوم؟ طب الأم اللي شايفة أولادها قاعد بالساعات، والأم اللي بيكون عندها صاحباتها ضيوف والأولاد عشان بيشاغبوا روح افتح التلفزيون وقعد قدام التلفزيون، هي مش عارف التلفزيون ايش يعرض عليه، هي لا تعلم ماذا يعرض. الام اللي بتشوف بنتها بتراسل الى غيره يلا ماشي عشان تتزوج، فتعتقد ان باب الزواج يفتح بالمعصية. مش انت مسؤولة امام الله عز وجل؟ انا لما اكون صاحب شركة وامنع الموظفين في لحظة الصلاة، ممنوع لانه لحظات انتاج عشان الشغل يمشي، أنا بدي فلوس. ولا يعلم أن الذي يجعل البركة في المال هو الله عز وجل، وأن الأرزاق بيد الله، وأنه لما بخصص نصف ساعة للموظفين عشان يصلوا فتتصل قلوبهم مع الله عز وجل فيصبحوا أمناء في العمل،
لا بيبدأ الشيطان يقول لي لا هدول راح يهربوا من الشغل ونص ساعة وضوء نص ساعة صلاة وضاعي الوقت كله. طب ما انت احيانا بيجيك ضيف بيضيع مش ساعة ساعتين وثلاث ولا تمل. ما انت احيانا تقعد قدام مباراة كرة قدم تقعد عليها ساعتين وبتستنى الشواط الاضافية ولا بتمل. بس عشان موظفينك نصف ساعة بتقولهم لا احنا في عبادة والعمل عبادة والانتاج والدخل والمردود. مش هيك بيعمل بعض الناس؟ انت مسؤول عن رعيتك. لخص لك يا النبي بقوله ما من مسلم يلي امر عشرة لو كنت مسؤول عن عشرة الا ويأتي يوم القيامة قد غلت يداه الى عنقه ايديه مربطات على رقبته. كل واحد كان في الدنيا شركة خاصة شركة عامة مسؤول في دائرة اي واحد كان نصيبك في الدنيا تكون مسؤول عن عشرة اعرف النتيجة. ما من مسلم يلي أمر عشرة من المسلمين إلا ويأتي يوم القيامة قد غلت يداه إلى عنقه مربوطة إيديك في رقبتك فعدله يفكه أو جوره يوبقه. يعني أنت جاي مربط مربط يا إما عدالتك بتفك إيديك يا إما ظلمك أنت مربوط جاهز على جهنم. عشان هيك لما سيدنا النبي أعلنها وحكى عن الأمانة فوقف واحد من الصحابة كان النبي قد استعمله يعني عينه يعني والي يعني محافظ يعني أمير على منطقة فقال يا رسول الله سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا الآن أقولها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذن يا رسول الله اقبل عني عملك أنا مستقيل أنا رسول الله بدي الشغل أنا رسول الله بروح بجيب لي شوية أغنام ولا شوية زراعة ولا أقبل لك عملا حتى لا آتي يوم القيامة وأنا في 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 حال يعني أنا اقبل عني أنا مستقيل يا رسول الله أنا مستقيل. شوف لما فهموا شو معنى الرعية واطلع على ناس اليوم الرشاوي والقتل والكلام السيء وإساءة السمعة واغتيال الشخصية عشان أقعد على هالكرسي. أنت مش عارف يا مسكين أنه قعدتك على هذا الكرسي مسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى. كل أب راح على صلاة الجمعة وترك أولاده نايمين في البيت أنت لم تؤدي الأمانة أنت لم تنصح الرعية. شوف حبيبنا النبي شو بيقول ما من راع يسترعيه الله رعية. يعني أي مسؤول الأم مسؤولة على فكرة والأب مسؤول والابن مسؤول والبنت مسؤولة والوزير مسؤول ورئيس الحكومة مسؤول. ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. طب أسألك سؤال يعني بعد الكلام اللي حكيت لك إياه أنت في شيء بداخلك تحرك؟ لو كنت أنا عبارة وظيفتي عن أبسط الوظائف في أي مؤسسة في أي شركة لو كانت وظيفتي بس أنه عبارة عن أشعل الضوء وأطفيه بقي عندك مجال أن تغش؟ لو كانت وظيفتي أنا في الدنيا بس أشيل هاي من مكان وأحطه في مكان وأتقاضى عليها راتب لو هاي وظيفتي مطلوب مني أنا أشيل هاي من هون وأحطها هون. أنت اسمك راع وأنت أمام الله مسؤول عن رعيتك. لو عامل النظافة عرف أنه راع ومسؤول عن رعيته لو أستاذ المدرسة عرف أنه راعي مسؤول عن رعيته لو رب الأسرة عرف أنه راعي ومسؤول عن رعيته لو رئيس الدولة عرف أنه راعي ومسؤول عن رعيته هل يبقى أمام إنسان مجال أن يغش أمام الرعية؟ في اللحظة اللي بيستقيم فيها أمرك وتبدأ تراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في رعيتك مهما صغرت هذيك اللحظة اعرف أنه قد أشرقت في قلبك الأنوار المحمدية.